ماشي يا ابني يا اسطى، ابعد عني، انت ملاخمني وانا شلت المطور، تيجي انت تلاخمني ليه؟ مش شايف منك حاجه، اعمل سيركو يا عم. ودلوقتي يا جماعه مع تحديات المتابعين، عاملين يا جماعه الاخبار؟ طبعا كنت سايب لكم طريقين تختاروا منهم طريق، هو انابيب برو وميجا ميكس مانيا، ولكن الاكثر جاء على انابيب برو، فالنهارده ان شاء الله هحسن رقمي في انابيب برو، فيلا بينا بقى نشوف انا رقمي كام ومستواي كام وهحسنه اوصل للكام وكده، يلا بينا. مركز 5585، يعني داخل في 5600، وبدخل في دقيقة و16 ثانية و60 من 100. يا لهوي يا لهوي، ده انا متأخر جدا. طبعا الناس اللي في الاول دي اللي بيدخل في 54 ثانية و55 ثانية و56 و57، كل ده جليتشات، يعني بيشوفوا عيوب في اللعبة بيستخدموها عشان يدخلوا في وقت قليل جدا. انا ما بحبش الحاجات دي، وللاسف الطريق ده فيه بتاع 300 واحد او اكتر مستخدمين جليتشات. طيب انا عامة في مركز 5585 وهحاول بقى انزل تحت ال 1000، تفتكروا هعملها ولا لا؟ يلا بينا نجرب، يلا بينا ندخل على الطريق، بس ما تنساش بقى لك سبسكرايب الحاجات الحلوه دي. هوبا يلا بينا. طبعا دي 16 ثانيه و60 من 100، ده كان مستوى تعبان جدا، يا دوبك هزمت المطور. لسه بسخن. يا سلام خلقتهم كده، رخمة أول حتة دي. ياض يا مطور ياض، حيل ماشي. العمود ده رخم، يعني لو كانوا يشيلوه ولا يجيبوه يمين شوية حتى أي حاجة كان يبقى أفضل. كويس، محتاجة اضم اكتر جنب الحيطة دي، مش لسه في المحاولات الجاية ان شاء الله. يلا على طريق ده، قريب مني قريب مني، اللي ورايا دقيقة و16 ثانية و40، وفرت 20 بس، 20 من 100 جزء من الثانية، يعني داخل في ربع ثانية ولا حاجة. ماشي كويس كويس، تعالوا نحاول تاني. حلو 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 حلو، اجري يا اسطى. كويس 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 كويس، اهم حاجه العمود ده حلو. اوه نزلت تحت الدقيقه 16 ثانيه، بقى الدقيقه 15 ثانيه و80 من 100، حلو جدا جدا جدا. انا عايز انزل تحت الدقيقه 15 ثانيه، تفتكروا هقدر؟ الطريق ده صعب جدا، توفر فيه اجزاء من الثانيه مش ثانيه كامله، هحاول انزل تحت الدقيقه 15 ثانيه ان شاء الله. تعالوا نحاول تاني. والله حلو 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 حلو، ايوه 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 ايوه. لا 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 لا، حرام يا جدعان، بالي كتير قوي بحاول. حاول تاني. تمام 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 تمام، استمر على كده استمر على كده، اسيب العمود الرخم. ايوه حلو حلو حلو، اللفة الأخيرة. لا 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 لا، كويس كويس. يا سلام، دقيقة و15 و63 من 100. يعني كل ده عشان اوفر 17 من 100. هو انا لازم انزل تحت الدقيقه 15 ثانيه؟ كويس 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 كويس،
الله 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 الله. انا مش شايف منك حاجة. استنى، حلو حلو قوي. اللفة التانية في 24 59، اللفة الأولى في أقل من 27 ثانية. حلو، أنا مش أحسن حاجة بس ماشي 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 ماشي. لا لا، دقيقة 15 37 والسرعة راحت في الآخر. يعني اللفة الثالثة 24 ثانية 82، واللفة الثانية 24 ثانية 59. لو الثالثة زي الثانية 59 زيها، كان زماني موفر بتاع 23%، يعني كان زماني 14 برضه، يعني كان زماني فوق الدقيقة 15 ثانية. أنا بقالي كتير قوي بلعب يا جدعان. تعالوا نحاول تاني، تعالوا نحاول تاني. أنا خدتها عندي بقى. كويس 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 كويس. استنى ياض. حلو 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 حلو. حلو قوي حلو قوي حلو. افتح هنا كده. دم 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 دم. استنى يا ده اتعطل في الاخر. خطفتها. دقيقة 15 17. ايدي باظت والدراع باظ والدنيا باظت كلها. تعالوا نحاول تاني. يا ابني يا اسطى ابعد عني، انت ملاخمني وانا شلت المطور، تيجي انت تلاخمني ليه؟ مش شايف منك حاجه. اعمل سيركو يا عم. هوبا. طيب حلو كويس 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 كويس. ايوه ايوه 25 85 حلو قوي. ماشي. تعالى وسع قوي مش مشكلة. اللفة الأخيرة اللفة الأخيرة اللفة الأخيرة 24 45. اللفة الثانية ممتاز ممتاز جدا. اللفة الثالثة حلو. اضبط 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 اضبط. اوه دقيقة 14 و80. ياه يا عبد الصمد، هذا شيء خيالي يا عمري. تعال نشوف بقى الترتيب كام كده. لو ما نزلتش في الألف أنا هقتل نفسي. أنا هقتل نفسي. لعبت كتير جدا جدا، خلاص بقى خلاص مش قادر، ولا صوابعي قادرة، ولا الدراع نفسه، الدراع ما بقاش بيتكتك أساسا معايا، خلاص الجلد كله باظ جوا. تعال نشوف. سبعمية واحد واربعين. سبعمية واحد وارب من 5585 لسبعمية واحد واربعين. تقدمت ما شاء الله يعني. وعلى فكرة كان عندي احسن حاجات بسيطة بس خلاص خلاص. خلاص الطريق ده طولت فيه جدا، ونزلت تحت الالف بمراحل. يعني انا قلت هبقى 900 وشوية، وكنت خايف ابقى 1000 وشوية. 700 ده حاجة ممتازة، حاجة ممتازة جدا. الحمد لله الحمد لله. بس وبكده يكون الطريق الجاي ان شاء الله هيكون طريق ميجا ميكس مانيا. ده اللي عليه التحدي، ده اللي عليه الدور. وبعد كده في ميجا ميكس مانيا تابعوا لي الاخر، لان في الاخر هقول ثلاث طرق تختاروا منهم طريق برضو، وهكذا يعني لغايه ما اخلص كل الطرق ان شاء الله. بس لو عجبك بقى الفيديو ما تنساش لايك وسبسكرايب والحاجات الحلوه دي. ويلا سلام.